أندرا. انطلق الشوط الثامن من هذا المساء وانطلاقة سريعة للغاية مع تأخر للجواد رقم 12 إيرما بي ومكابر. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع رقم 8 لدينا إم جي متباهل يا سادة غزوان ريسينج على المركز الأول وعلى الصدارة. المتابعة لل 11 الآن على المركز الثاني يا سادة مربط الغزالي، بينما الجهة الخارجية لمجدور يا سادة مربط إنجاز في وضع جيد على المركز الثالث. المركز الرابع الشعار الأحمر لدينا حردان يتواجد الآن على المركز الرابع، بينما المركز الخامس للجواد عنوان أو لدينا الجواد اللي هو نوماس الشجاعة. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، غزوان ريسينج مع إم جي متباهي على الصدارة وعلى المركز الأول. المتابعة الآن لحردان من الجهة الداخلية وال11 أيضا من الجهة الخارجية. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول الآن مع رقم 8 إم جي متباهي على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة من حردان وأيضا ال11 من الجهة الخارجية، ولكن الصدارة لا تزال مع الجواد رقم 8 إم جي متباهي على الصدارة وعلى المركز الأول. حردان في المركز الثاني، ال11 في المركز الثالث والدخول لمجدور، ولكن الصدارة والمركز الأول لرقم 8 اللي هو إم جي متباهي على المركز الأول.